بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي بلغنا عيد الفطر المبارك، عيدكم مبارك، اسال الله عز وجل ان يعيده عليكم وعلينا وعلى الامه جمعاء وعلى البشريه قاطبه بالخير واليمن والبركات امين والحمد لله رب العالمين.